أنتقل وإياكم مباشرة مشاهدينا إلى الدكتور نذير عبيدات الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة. دكتور عبيدات حياك الله في قناة المملكة. ها هي الحياة دكتور عبيدات تعود أدراجها مجددا والحمد لله منذ غد إلى المملكة. الآن عودة الحياة بقطاعاتها بموظفيها بكل شيء، كيف هو الوضع الوبائي في المملكة الآن مع عودة الحياة أدراجها في المملكة؟ ما هي المحاذير وما الذي يمكن أن تكون عليه المملكة إبان عودة الحياة إليها؟ شكرا ساندي. يعني من الواضح أن الوضع الوبائي بالمملكة أصبح وضع وبائي مستقر، والحمد لله أصبحت المؤشرات واضحة على استقرار هذا الوضع الوبائي. الأعداد هي أعداد قليلة، لا يوجد زيادة في هذه الأعداد. المؤشرات الأخرى وخاصة عندما يكون نسبة الفحوصات الإيجابية من العدد الكلي للفحوصات منخفضة جدا، هي تقل عن نصف بالمئة، وهذا هو الأقل في المنطقة، وهذا يعتبر مؤشر آخر جيد. أيضا نسبة انتشار وتفشي المرض اللي بيسمى RO هي أيضا نسبة ضعيفة، ولذلك كل هذه المؤشرات تبين أن الوضع الوبائي بالمملكة مستقر، وبالتالي جاءت الإجراءات الحكومية الحالية للسماح بالقطاعات المختلفة التي بقيت مغلقة لغاية الآن للعودة، اللي نتمنى دائما أنها تكون هاي العودة عودة آمنة وموفقة وسلسة إن شاء الله سنراها في الأيام القادمة. الحمد لله عودة القطاع العام لغاية الآن لم يكن لها تأثيرات سلبية على الوضع الوبائي في المملكة، ونتمنى أن تكون العودة القادمة للقطاعات المختلفة أيضا هي عودة آمنة وسليمة، وذلك لابد أيضا بهذا السياق أن نبين أنه المسؤولية أصبحت أكبر ربما على المواطن وعلى المؤسسات الصحية المختلفة، ليقوم كل من جانبه بالمحافظة من قبل المواطنين على التباعد الاجتماعي واستعمال وسائل الوقاية المختلفة، وعلى المؤسسات أيضا أن تقوم بتوفير كافة سبل الوقاية المختلفة وتوفير الأجواء المناسبة لمنع لا سمح الله عودة للفيروس وانتشار الفيروس وتسجيل إصابات مختلفة أكبر من العدد السابق لا سمح الله. دكتور عبيدات، في كل مقابلة أجريتها مع حضرتك كنا دائما نركز بأنه هذا هو عدو شرس، عدو ذكي، هو كوفيد-19. الآن العالم بمجمله، ليس الأردن فقط، ما قبل كورونا يختلف تماما ما بعد كورونا. بعد هذه الإجراءات بالتأكيد ستختلف الممارسات، أيضا المحتة إلى المسؤولية. ما هي المخاوف التي لربما أن تودي إلى أنه نعود إلى لا سمح الله عودة هذا الفيروس الشرس والذكي أدراجه في المملكة بعد هذه الإجراءات؟ أخت ساندي، يعني من الواضح أن الأردن شعبا وحكومة ودولة أنجز إنجازا كبيرا بهذا الخصوص، ويمكن أن يكون مثلا يحتذى لأنه حافظ على هذا الوضع الوبائي، لكن ما زلنا نلاحظ ونشاهد في باقي دول العالم هناك انتشار كبير لهذا الفيروس، وأصبح في بعض الدول في قارة أمريكا الجنوبية أصبح الانتشار واسعا جدا، ولذلك هناك يعني أمثلة واضحة كما تفضلت على أن هذا الفيروس هو فيروس ما زال قويا وما زال ينتشر، لكن والحمد لله بالأردن استطاع الجميع وبتعاون الجميع أن نصل إلى ما وصل إليه الوضع الوبائي بالأردن، وهذا كما قلت إنجاز مهم. لذلك وفي ظل وجود هذا الفيروس عالميا وما زال موجودا، لذلك لابد من الحفاظ على هذا الوضع الوبائي، وبالفعل سيكون إن شاء الله الإنجاز الأردني إنجازا متميزا عندما يتم المحافظة على البعد الوبائي، وبنفس الوقت يتم عودة الحياة لجميع القطاعات،
يقوم كل أردني بعمله وينتج وينجز أعماله دون مخاطر إن شاء الله. لكن كما قلت هذا هو بحاجة إلى بعض الجهد، بحاجة إلى التعامل مع الظروف الحالية بطريقة مختلفة، خاصة أنه نتكلم عن وضع وباء، ما زلنا نعيش في وضع وبائي. لا شك أنه هذا له متطلبات معينة، ولابد كل مواطن أن يتصرف بأن هناك حياة إن شاء الله حياة طبيعية، لكن هذه الحياة الطبيعية هي مشروطة يعني بالإجراءات، مشروطة بإجراءات والتزامات. نعم. وتحمل مسؤولية. هذا ما يتوجب على المواطن بأنه يفعل في هذه المعركة. نتحدث عن الدور الأساسي والمهم، دكتور عبيدات، دوركم كونك ناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة والدور الحكومي بالتشاركية معكم. تم الحديث عن فحوصات عشوائية، تم الحديث عن أجهزة لربما تقوم بعدد فحوصات أكثر لربما إزاء هذا الفيروس والبقاء صامدة ومتيقظة إزاء هذا الفيروس الذكي لنقل. الآن بعد هذه الإجراءات من عودة الحياة أدراجها مجددا إلى المملكة، كيف سيكون الآن أو تكون الإجراءات الحكومية لنقل الصحية والطبية كأجهزة كفحوصات عشوائية وغيرها؟ شكرا ساندي على هذا السؤال. أولا نعود للبداية، أيضا اللجنة والحكومة والمؤسسات الصحية عليها أن تقوم بدور مهم بما يتعلق بالتوعية الاجتماعية. يعني لا شك أنه لا يكفي أن نطلب من المواطن الالتزام، لابد من تعريف المواطن بكل بكل الأمور المتعلقة بهذا الوباء، ماذا على المواطن أن يعمل، كيف يؤدي دوره بطريقة جيدة. إذا حتى الموضوع اللي يطلب من المواطن على المؤسسات الصحية خاصة أن تقوم بمنظومة توعية اجتماعية بهذا الخصوص. أما بما يتعلق بموضوع الفحوصات المخبرية، أيضا هذا موضوع مهم. لا يمكن لنا أن نتأكد من وضعنا الوبائي ونكون يعني قادرين على تقييم وضعنا الوبائي بشكل دقيق إلا من خلال الفحوصات المخبرية الصحيحة. ولا يكفي أن نقول بأن عدد الفحوصات هي أعداد كبيرة، هذا مهم، لكن لابد من أن تكون هذه الفحوصات المختلفة أن تتم للفئات الأكثر خطورة والفئات التي من المتوقع أن يكون لديها لا سمح الله إصابات. لذلك يعني التركيز على لمن يتم عمل الفحص، وهذا مهم أيضا وليس فقط عدد الفحوصات. القدرات التي أصبحت متوفرة في المختبرات في المملكة الحمد لله أصبحت لها قدرة أكبر على عمل الفحوصات المخبرية وبسرعة مقبولة. نعم. وأيضا هناك أصبح أنواع من الفحوصات التي أصبحت متوفرة ولو بكميات أقل. نعم. هذه الفحوصات لها ميزة بأنها قادرة على الوصول إلى النتائج. نعم. بسرعة مع وجود نقص لا شك في هذا، لكن ما زالت المختبرات هي تعتمد على الفحص التقليدي وهو فحص البي سي ار اللي للاسف يعني يمكن يحتاج ما لا يقل عن 4 إلى 5 ساعات. نعم. اذا هذا مهم. من الموضوع الثاني المهم هو قدره المؤسسات الصحيه على الوصول الى المخالطين وتحديد من هو المخالط للاصابات واجراء الفحوصات اللازمه لهم وتشخيص السريع لاي مخالط يمكن ان يكون أصبح مصابا لا سمح الله عند ظهور الأعراض. لذلك لابد، يعني دكتور، هي معركة ليست بالسهلة على جميع الأطراف، لكن يتوجب صحيح علينا بأنه نقول جهودكم مشكورة فعلا بهذه الفترة. جهودك مشكورة دكتور نذير عبيدات الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة، فعلا شكرا جزيلا لحضرتك على كل هذه المعلومات.